في بداية التسعينات بدأ التخطيط لتصميم مستشفى تقدم رعاية صحية ذات مستوى راقي وعالمي في تخصصات أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، وتنفرد مستشفى دار الفؤاد بموقع متميز بمدينة 6 أكتوبر بعيداً عن الضوضاء والتلوث. وتعتبر دار الفؤاد تجربة فريدة في مجال إنشاء المشروعات الطبية، حيث اشترك في التصميم والبناء شركات مصرية وأمريكية وبريطانية عالمية من أجل إخراج مشروع طبي متكامل العناصر يمثل نقلة طبية حضارية لمصر والشرق الأوسط. وقد روعي في التصميم سهولة الحركة للمرضى والزائرين. ومنذ اليوم الأول اعتنقت دار الفؤاد ثقافة أن سلامة المريض وراحته هو منهج وأسلوب عمل المؤسسة. وبعد حصول مؤسسة كليفلاند كلينيك الأمريكية على المركز الأول في مجال علاج أمراض وجراحات القلب والصدر، تم توقيع اتفاقية عام 1999 بين المؤسستين تشمل تبادل الخبرات واكتتاب كليفلاند كلينيك في رأس مال دار الفؤاد، فضلاً عن الاشتراك في عضوية مجلس الإدارة، وهو ما يمثل أول مشاركة لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يتصل بالمستشفى فندق نوفوتيل المتميز، وتتولى إدارته مجموعة فنادق أكور الفرنسية لإقامة المرضى الذين يحتاجون للبقاء بجوار المستشفى وخدمة السادة المرافقين. حرصت إدارة المستشفى على وضع نظم خاصة للتعامل مع المرضى القادمين من الخارج، وخاصة الإخوة من الدول العربية، بدءاً من استقبال المريض بالمطار وتوفير كافة الانتقالات والخدمات. يعمل بالعيادات الخارجية بمستشفى دار الفؤاد أفضل الاستشاريين في أكثر من 33 تخصصاً مختلفاً، ويمتد العمل بها إلى الساعة 10 مساءً. تم تجهيز قسم الأشعة بأحدث وسائل التصوير الطبي كالرنين المغناطيسي المزود ببرامج خاصة بفحص القلب، جهاز أشعة مقطعية متعدد الشرائح، وهو الأحدث في تقنيات الأشعة المقطعية، حيث يتيح تشخيص أمراض شرايين القلب ومتابعة ما بعد تركيب الدعامات، فضلاً عن أجهزة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد والدوبلر لفحص الشرايين والأوعية وفحوصات المسح الذري. كما تستخدم المستشفى نظام الملف الإلكتروني للمريض، والذي يسمح للأطباء الاطلاع على أشعات المرضى وفحوصاتهم داخل أو خارج المستشفى، مما يضمن أفضل متابعة للمرضى. يستقبل قسم الطوارئ مختلف الحالات الطارئة كحوادث الطرق وإصابات الرأس وحالات الجراحات العاجلة، وكذلك الأزمات القلبية والسكتة الدماغية المتعارف عليها بحالات نزيف وجلطات المخ. ولأن دار الفؤاد تعلم أن الدقائق والثواني قد تكون فارقة في حياة المريض، تنفرد المستشفى بتوفير استشاريين على مدار الساعة من أجل التدخل السريع لاستعادة تدفق الدم في حالات الأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وإجراء الفحوصات التداخلية في أقل من 60 دقيقة من وصول المريض إلى الطوارئ، مما يضمن أفضل النتائج. كما يوجد بالمستشفى مهبط هليكوبتر مجهز للهبوط الليلي لاستقبال الحالات الطارئة. ومنذ افتتاح المستشفى في أواخر عام 1998 تم استقبال أكثر من 117,000 مريض بمختلف التخصصات، وتبلغ الطاقة التشغيلية الحالية للمستشفى 145 سرير، يضاف إليها في بداية العام القادم حوالي 50 سرير عند افتتاح مركز علاج الأورام الملحق بالمستشفى، والذي يتوفر فيه أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي والكيميائي بمصر بالتعاون مع مؤسسة هارتمان كلينيك الفرنسية، والتي تعد واحدة من أكبر مؤسسات علاج الأورام في العالم. تحتوي غرف المرضى على نظام متطور لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة للمرضى، كما تحرص المستشفى على تقديم خدمات فندقية راقية. يعتبر التمريض في مستشفى دار الفؤاد
من أهم العناصر التي ترتكز عليها الخدمة الطبية، حيث يعمل فريق متكامل يضم الخبرة الأجنبية المتميزة جنباً إلى جنب مع الكفاءات المصرية، ويخضع اختيار أي ممرضة لمعايير دقيقة. وتقوم وحدة التعليم المستمر بقسم التمريض بالإشراف الدوري على مستوى تدريب ومعلومات كل ممرضة، بالإضافة إلى توصيل كل ما هو جديد من خلال ندوات تعليمية. على مدار 17 عاماً قام قسم جراحة القلب والصدر بإجراء أكثر من 10800 عملية قلب مفتوح بنسبة نجاح تضاهي النسب التي تحققها جمعية جراحي القلب والصدر الأمريكية وكبرى المستشفيات العالمية، ومنها جراحات القلب النابض وتغيير وإصلاح صمامات القلب سواء جراحياً أو من خلال فتحة شديدة الصغر وإصلاح الذبذبة الأذينية جراحياً، بجانب جراحات القلب التقليدية، وذلك بواسطة فريق من أمهر جراحي القلب وباستخدام أحدث تقنيات الأجهزة الطبية. كما قام قسم أمراض القلب بأكثر من 27 ألف قسطرة تشخيصية وعلاجية واستبدال الصمام الأورطي دون جراحة أو تخدير، وكذلك كي بموجات الراديو لضربات القلب الغير طبيعية على أيدي استشاريين مصريين وأجانب. وتمتاز المستشفى بقسم العناية المركزة للحالات الحرجة، حيث تم إنشاء وحدتين، إحداهما مخصصة لأمراض القلب والأخرى للحالات الطبية الحرجة وما بعد الجراحات الكبرى. ودار الفؤاد هي أول مستشفى خاص في مصر يجري جراحات زراعة الكبد نقلاً من أحياء، وذلك في عام 2001 بأعلى نسب نجاح. ويقوم بهذه الجراحات فريق طبي من جامعة كيوتو في اليابان إلى جانب الفريق المصري الذي انضم له في السنوات الأخيرة. ودار الفؤاد هي المستشفى الوحيد في مصر الذي حصل على شهادة اعتماد الجودة العالمية لأربع مرات متتالية والاحتفاظ بها لأكثر من 10 سنوات، وهو أعلى مستوى اعتماد دولي، حيث تأكدت هيئة JCI من التزام المستشفى بأكثر من 281 معيار جودة يفسرهم 1146 عنصر قياس، مثل معايير سلامة المرضى، مكافحة العدوى، الاستخدام الآمن للدواء، وجود مشاريع مستمرة لتحسين الخدمة الطبية، مما جعل للمستشفى مكانة فريدة ومتميزة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ويعمل على مدار الساعة بمستشفى دار الفؤاد أكثر من 1200 طبيب وممرضة وموظف لضمان راحة وسلامة المرضى. وتنفرد دار الفؤاد بمركز للتدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين والأطباء في كافة التخصصات، كما تحرص على إرسالهم للتدريب في الخارج لاكتساب أحدث المهارات، وكذلك جلب خبراء في كافة التخصصات الطبية النادرة على مدار العام. وينضم قريباً صرحاً جديداً إلى مستشفى دار الفؤاد، وهو مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر. ويحتوي مبنى المستشفى الجديد على 180 سريراً، منهم 37 سرير للحالات الحرجة، كما يشمل 6 غرف للعمليات الجراحية، معملي قسطرة، ومركز علاج تأخر الإنجاب ووسائل الإخصاب المساعد والحقن المجهري. وقد رسخت إدارة المستشفى لدى العاملين على مدار السنوات أن المريض ليس رقم طبي أو حالة مرضية، ولكنه حالة إنسانية نشارك فيها جميعاً. ويستمر العطاء، وتبقى دار الفؤاد صرحاً طبياً متميزاً يفخر المصريون كونه جزءاً من هذا الوطن.